أيها الأحبة الكرام، سوف نتحدث هذا الصباح المبارك عن موضوع خاص بشخصية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ففي كل جمعة ربنا عز وجل يرد على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم روحه الطاهرة، فيعيش فيها حياة برزخية. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم تبلغه صلاة عباد الله المؤمنين بأسمائهم وأسماء أمهاتهم، فيشفع لهم عند الله جل جلاله. فتعالوا بنا نصلي على هذا النبي الكريم ونتحدث عن ملامح من شخصيته وعن ملامح من عظمته، وهو الذي قال فيه رب العزة: واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا أن فيكم رسول الله. بعض المفسرين ظنوا أن هذه الآية الكريمة خاصة بجيل الصحابة، بالجيل الفريد، لأن النبي الكريم كان يعيش بين أظهرهم. ولكن الذي يبدو عند عدد كبير من أهل التفسير قالوا معنى واعلموا أن فيكم رسول الله يعني معكم في كل وقت وحين، هو معكم في قلوبكم ومعكم في ألسنتكم وأنتم تلهجون بذكر الله تعالى والصلاة عليه. فتعالوا بنا في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، نتحدث عن ملامح من عظمة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي بعث رحمة مهداة للعالمين، قال فيه الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، العالمين يعني للإنس وللجن ولكل الخلق. فحياته صلى الله عليه وسلم كانت رحمة، ومماته أيضا كان رحمة. لولا النبي الكريم لنزل العذاب على شطر من الأمة، فوجوده صلى الله عليه وسلم أيام زمان كان مانعا من وقوع العذاب على الأمة، والصلاة عليه أيضا أمان لنا من العذاب. يقول الحق سبحانه وتعالى: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أول ما كان يدعو إليه هو للرحمة المطلقة. كان يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى الضعفاء والفقراء والمحتاجين، ويقولون بأن هؤلاء بهم نرزق وبهم ننصر. كان يقول: هل ترزقون إلا بفقرائكم؟ وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ النبي الكريم مدحه الله تعالى بأنه كان مثالا للرحمة، هذه الرحمة هي التي جعلت الأمة تلتف حوله، وأعطاه الله بذلك القيادة والريادة. قال عنه: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بشر بأن من أهل الجنة هم أولئك الرحماء الذين عندهم قلوب من جوهر، قلوب رقيقة. قال: أهل الجنة ثلاث، وذكر منهم: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. فمن صفات أهل الجنة الرجل الرحيم الرقيق القلب. كان يتعامل مع صحابته بهذا المستوى. مرة جاءه أعرابي ودخل إلى المسجد،
فبدأ يتبول، فإذا بالصحابة ينظرون إلى هذا المشهد ويقولون مه مه، أرادوا أن يقبعوه. النبي الكريم قال لهم اتركوه، لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال في المسجد. فلما انتهى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا هذا القدر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بدلو من ماء فصبه على البول، ثم قال للرجل ادعو الله لي. فقال الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأنه الوحيد الذي رحمه داخل المسجد، في حين بقية الصحابة تهجموا عليه لما رأوا صنيعه هذا. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يعرف بالخلق الكريم وبالحلم والعفو. ربنا عز وجل مدحه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وكان يقول عن نفسه أدبني ربي فأحسن تأذيبي. سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفه الصحابة في وجهه. النبي الكريم معروف بالحلم والعفو عند المقدرة. كان يقول له رب العزة ويأمره بالامتثال إلى هذه الأوصاف، خذ العفو، خذ العفو، وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حتى في خضم الصراع الذي كان بين المشركين وبين المؤمنين كان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وحتى في عام الفتح لما فتح مكة المكرمة ونظر إلى من أخرجوه من الديار ودكلوا به وقاتلوه وحرضوا عليه قبائل العرب وغيرهم، ماذا قال؟ قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم دائما كان يسألهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء. النبي الكريم يعرف من صفات عظمته أنه حسن المعشر، ما يسمى بحسن العشرة. كان يعاشر الناس بعشرة طيبة، لا يرى إلا دائم البشر، وكان سهل الخلق، لين الجانب، لم يكن فضا ولا غليظا ولا صخابا ولا فحاشا ولا عيابا، بل كان النبي الكريم يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويداعب صبيانهم ويجالسهم في حجره. كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اجتماعي إلى أبعد الحدود. كان يجيب دعوة الحر ودعوة العبد ودعوة الأمة ودعوة المسكين، وكان يعود المرضى في أقصى المدينة، وكان يقبل عذر المعتذر، وكان هو أيضا يعتذر، وكان كل من لقيه يبدأه بالسلام، وكان يبدأ أصحابه بالمصافحة صلى الله عليه وسلم، ودائما كان لا يرى إلا متبسما. قال عنه عبد الله بن الحارث والله ما رأيت النبي قط إلا مبتسما، ما رأيت أحدا أكثر تبسما من النبي صلى الله عليه وسلم. وفوق هذا كان النبي الكريم يمتاز بالجود وبالكرم، فقد فاق كل كرماء العرب والعجم. حتى قيل عنه أنه ما سئل عن شيء فقال لا، كان يعطي ولا يخاف الفقر، كان أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في رمضان، كان أجود من الريح المرسلة.
مرة جاءه رجل فرأى عنده واد من الغنم فقال هل أنت نبي وعندك واد من الغنم؟ قال نعم. قال هل أعجبك؟ قال نعم. قال فخذه إذن. فساق ذلك الواد من الغنم وذهب إلى قومه يقول لهم اذهبوا فأسلموا بين يدي محمد إنه يعطي ولا يخشى الفاقة. فأسلم الناس من أجل العطاء، ولكن ما هي إلا مدة قصيرة حتى حسن إسلامهم وأصبحوا هم أيضا من أهل الجود ومن أهل الكرم. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مما يمتاز به كان يمتاز بالتواضع والزهد، فلم يكن هناك أحد أكثر تواضعا منه ولا زهدا في أحوال الدنيا. مرة النبي الكريم كان في بيته مضطجعا على حصير، فناداه سيدنا عمر ابن الخطاب، فلما استيقظ وجد بأن أثر الحصير بجلده، فقال له بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ألا أذنت لنا فنبسط لك شيئا يقيك منه تنام عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالي وللدنيا، وما أنا والدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. النبي الكريم كان يعيش على الزهد، وكان يمر الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار. لما سئلوا ما كان طعامكم يا آل البيت؟ قالوا الأسودان، التمر والماء. كان النبي الكريم يوصي صحابته بأن يتركوا هم الدنيا لأنها زائلة. كان يقول إياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى زهده وإلى تواضعه كان شديد الخوف من الله، وكان كثير الحرص على طاعة الله. فأما خوفه وشدة طاعته وعبادته لله تعالى فقد جاء فيها الكثير. كان يقول أنا أعلمكم بالله وأشدكم لله خشية، معناه أنه أكثركم علما بصفات الله تعالى ومعرفة أمور التوحيد والتنزيه والخشية لله عز وجل. كان أحيانا يرى عليه حزن وخوف كبير، فيقولون له يا رسول الله لما أنت هكذا وجل خائف؟ كان يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما في موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد. سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قيام الليل ومن صيام النهار حتى تورمت قدمه، فقيل له يا رسول الله لماذا تصوم النهار وتقوم الليل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان يقول أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. كما كان النبي الكريم من سمات عظمته أنه كان فيه المزاح، كان من هديه أنه يبتسم وأنه يضحك وأنه يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويداعب صبيانهم ويجالسهم في حجره. مرة جاءت عنده امرأة عجوز قالت يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة، فقال لها يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز، فولت تبكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروها أن الجنة لا يدخلها عجوز، ثم قال إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، بمعنى أهل الجنة ليس فيها عجائز ولا شيب، كل من فيها هم أبكار، بمعنى أن المرأة حينما رغم أنها تموت عجوز
فإنها قبل أن تدخل إلى الجنة الله تعالى يصيرها بكرا. فالنبي الكريم أراد أن يداعب هذه العجوز بأن أبكاها ثم أضحكها. كان النبي الكريم جل ضحكه التبسم، بل كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يضحك حتى تبدو نواجده. وفوق كل ذلك كان صلى الله عليه وسلم موفور العقل، كان راجح الذكاء، وكان فصيح اللسان، وكان كثير التأمل. وسبحان الله، رزقه ربنا عز وجل رؤية بعيدة للسياسة العامة والخاصة، أفاض الله عليه من العلم، وأعطاه ربنا عز وجل رجحان العقل دون تعلم مسبق ولا مطالعة للكتب، وإنما كان ذلك فتح من الله جل جلاله. ومن يدرس في السيرة النبوية، لما اختلف القبائل، زعماء القبائل اختلفوا في قضية الحجر الأسود لكي يعيدوه إلى مكانه، فتنازع رؤساء القبائل وأراد بعضهم أن يقاتل بعضا، وسيد النبي كان لازال في شبابه، فقالوا أول من يدخل من باب الكعبة نحكمه، ومن أشار به رضينا بحكمه. فدخل النبي الكريم وكان عمره حوالي 20 سنة، فقالوا له: يا محمد، من له الفضل أن يحمل الحجر الأسود؟ فماذا فعل؟ أشار عليهم أن يضعوه في عباءته، وأن يمسك كل زعيم قبيلة بطرف من العباءة ويرفعوه جميعا ثم يضعه في مكانه. فلما رأوا هذا الرأي استحسنوه ونال إعجابهم وقالوا: نعم الرأي. هذا النبي الكريم في شبابه كان يتوفر على العقل الموفور والذكاء القوي. وأكثر من ذلك، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عرف بالشجاعة، فهو في المواقف الصعبة حينما تكون هناك حروب أو مواجهات ويفر السجعان والأبطال، لا يبقى إلا النبي الكريم، يبقى ثابتا لا يبرح مكانه، يبقى مقبل ولا يدبر، لا يتزحزح. حتى قال فيه بعض الصحابة أنه في بعض الحروب كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. وقد رأيتني يوم بدر ونحن نلود بالنبي وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ البأس. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان معروف بالشجاعة وبالقوة وبالثبات على الموقف. كلنا نذكر لما أراده أن يتزعزع عن موقفه ماذا قال: يا عم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ولعل من أبرز صفات هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هي البركة، فكانت عنده بركات، بركات عظيمة نقلت عنه صلى الله عليه وسلم. فكان إذا دعا على مسلم إلا وقضى الله حاجته، وكان إذا دعا لامرأة كانت عاقر إلا وأعطاها الله تعالى الأولاد، وكان إذا دعا لمريض إلا شفاه الله تعالى. بل كان من كرامته حتى في الغزوات في يوم الخندق، لما جاع الناس فأطعم يومه 1000 رجل من صاع شعير وعناق، صاع شعير وعناق، يعني العناق هو ابن الناقة الصغير. يقول جابر رضي الله عنه: أقسم بالله، لما كنا في يوم الخندق وكنا أزيد من 1000 جندي وشعرنا بالجوع، أطعمنا النبي الكريم من طعام قليل فأكلنا وشربنا، والله لا عجبا أنه كان يدفن العجين والمرمة بيديه، فأكل الجميع ولم يبق منهم جائع. بركة النبي الكريم، كان يطبخ بيديه ويقدم لأصحابه. وفي إحدى الغزوات، إحدى الصحابة كان قد أصيب في ذراعه، فإذا بالنبي الكريم
يأتي ويلمس الدراع ويشدها على الجسد ويذكر أذكارا ثم يقوم وكأن شيئا لم يقع. وصحابي آخر ابيضت عيناه من شدة الحزن فنفث فيهما النبي الكريم فأبصر وصار يدخل الخيط في الإبرة وهو ابن 80 سنة. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من بركاته أن العمى زال بدعوته. جاءه الأعمى فقال: يا رسول الله، أدعو الله لي أن يكشف لي عن بصري. فقام النبي الكريم وعلمه أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي. ثم بدأ يدعو الله تعالى أن يرد إليه بصره. يقول راوي الحديث: والله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى عاد الرجل يبصر. هكذا كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الأحباب، لو بقينا نذكر صفات هذا النبي ما استطعنا أن نتممها لأنها كثيرة. ونحن في هذا اليوم المبارك من يوم الجمعة في أمس الحاجة، لكي نكثر من الصلاة والتسليم على هذا النبي الكريم، عسى الله تعالى أن يفك عنا الأزمات ويذهب عنا الشدائد ويرزقنا من فضله ونوره وجلاله. أيها الأحبة الكرام، ونحن نذكر سيرة هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نريد أن نقدم نصيحة. قال رب العزة: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنحن مطالبين أن نتخذ هذا النبي قدوة حسنة، وخصوصا أن نتمسك بالخلق الكريم الذي كان يمتاز به. كان يقول: أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أنا زعيم بيت، يعني أنا ضامن لبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وكان يحبب صحابته في الأخلاق الحسنة. كان يقول: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فلنكثر من الصلاة والتسليم على هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. نريد أن نقول أيها الأحبة الكرام، ما دام هذا النبي يعيش بين أظهرنا رغم أنه في المدينة المنورة تحت القبة الخضراء في قبره، لكن حبه يملأ قلوب المؤمنين وذكره يرطب ألسنة عباد الله المسلمين. ما دمنا نكثر من ذكر هذا النبي كما أوصانا ربنا عز وجل في كتابه العزيز حينما قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا ضمان لنا، ضمان لنا بأننا إن شاء الله تعالى لن نخاف أبدا ولن نهزم أبدا ولن نشعر بأي جلجلة في حياتنا ما دام هذا النبي الكريم معنا. ربنا عز وجل وعدنا بذلك وجعل بأن وجوده بين الأمة الإسلامية رحمة. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فوجوده أمان لنا من العذاب حيا وميتا. فصلوا جميعا على هذا النبي. اللهم صل على سيدنا النبي وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، هذا اليوم المعظم عند الله هو يوم الجمعة، يوم كريم ويوم فاضل يكفينا فيه شرفا أن الله عز وجل يرد على النبي الكريم روحه الطاهرة في قبره فيحيا حياة برزخية، ويرد الله عليه سمعه وبصره وفؤاده، وكل من ذكر اسمه وكل من صلى عليه إلا والنبي الكريم تصله صلاتنا جميعا بأسمائنا وأسماء أمهاتنا وآبائنا. فإذا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعيد ذلك الخير علينا جميعا،
فيشفع لعباد الله المذنبين ويطلب من الحق سبحانه وتعالى أن يفرج هم المهمومين وينفس كرب المكروبين ويقضي الدين عن المدينين. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال عنه بعض الصالحين: من لم يكن عنده شيخ مرب فليكثر من الصلاة على النبي، فإنها هي في مثابة الشيخ المربي. فتعالوا بنا نفتح خطوطنا الهاتفية ونستقبل مكالماتكم. أرقامنا كالعادة هي 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. ونأخذ أول مكالمة. من أين؟ أول مكالمة ننتظر قليلا ريتما يتم البحث عن المكالمات الهاتفية. دعونا في انتظار ذلك نصلي على هذا النبي. اللهم صل وسلم على هذا النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن معنا أم حنان من الدار البيضاء. أم حنان السلام عليكم لله. أم حنان من الدار البيضاء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جمعه مباركه لينا ولجميع المسلمين يا ربي. يا مرحبا لالا. الله يجازيك بخير. بغيت نسولك سوره الكهف يوم الجمعه واش كتقراي ضروريه ولا لا؟ ايه نعم لالا. والله جازك بخير. واحد الحلمه مشوشاني في راسي. نعم ام حنان انقطع الخط معذره يا ام حنان. يخبرني في الإخراج بأنهم يتعذر عليهم إدراج تفسير الأحلام. إن شاء الله خير بإذن الله. عن قضية الأحلام ببساطة بخلاصة: إذا رأينا حلما اللي فيه البشارة ما علينا إلا أن نصلي على النبي 10 مرات وربنا عز وجل سوف يثبت تلك الرؤية. وإذا تصدقنا بقليل من الماء اللي على الفقراء والمساكين فإن الرؤية تثبت. إذا رأيت رؤية فيها بشارة كان أرى نفسي أطير في السماء بعد أنني سوف أذهب إلى الحج، وإذا رأيت نفسي مثلا شعري طويل بعد علاقات اجتماعية وعاطفية ناجحة، إذا رأيت مثلا أنظر في القرآن بعد سيرة حسنة الله عز وجل عنك راض، هكذا إذا رأيت رؤية فيها بشارة. أصلي على النبي 10 مرات وأتصدق بالمال ويثبت الله الرؤية. أما إذا رأيت رؤية فيها فزع، رأيت مثلا البحر يهجم علي، أو رأيت مثلا كلاب تنبح أو تريد أن تؤذيني، أو رأيت عقارب أو رأيت أشباح أو غير ذلك من الأمور، دم يخرج مني، قيح يخرج مني، هذا دليل على هناك إما الصراعات وهناك مفاجآت غير سارة، متاعب في الحياة. ماذا أفعل؟ إذا كنت دائما على الشق الأيمن فلأستدير إلى الشق الأيسر والأجمع يداي وأنفث فيهما والأقرأ قل هو الله أحد الإخلاص 3 مرات وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات وأمسح بهما على جسمي، ثم أقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت، اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت، ثم أصلي على النبي 10 مرات وأتصدق بشيء من المال. إذا فعلت ذلك فإن الرؤية المفزعة تبطل، مفعولها يبطل بأمر الله تعالى، لأن الرؤى هي تنبيهات وتحذيرات. قد تكون الرؤية طيبة تسر ولا تغر، وقد تكون مما ينبه ويحذر. أما عن سؤالك يا أم حنان عن قضية سورة الكهف، هذه السورة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ندب أن نقرأها كل جمعة، ندب ليس أوجب، ليست واجبة علينا وإنما هي مندوبة، مستحب للمؤمن أن يقرأها كل جمعة. ما فضلها؟ فضلها أن الله عز وجل يكفر ذنوب وخطايا المؤمن من الجمعة إلى الجمعة. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة
غفر الله لهما بين الجمعتين. وقال فيها سر عظيم، قال: سيظهر فيكم المسيح الدجال في آخر الزمان، سيكون مخلوق غريب له قدرات مذهلة، سوف يثير الفتن والقلائقل في الوجود، وسوف يفتن الناس في دينهم. فقال: إن ظهر فيكم المسيح الدجال وأنا بين أظهركم فأنا حجيجكم دونه، ولكن إن ظهر فيكم المسيح الدجال ولست بين أظهركم فعليكم بسورة الكهف فإنها المنجية. فالذي يقرأ سورة الكهف ربنا عز وجل يحفظه ويرعاه من كل أذى، خصوصا أيام الفتن وأيام القلاقل، لأن فيها قصص غريبة. هي سورة الكهف تتحدث عن الصراع، الصراع بين المادية والإيمان، الصراع بين الخير والشر. فيها خمس قصص. القصة الأولى قصة أهل الكهف والرقيب. أهل الكهف اللي هم الشباب كانوا في عهد الإمبراطور ديقلديانوس الذي كان يدعي بأنه إله السماء والسليل الأرباب، وكان يفرض على الناس لأخذ حق المواطنة في بلد روما العظمى أن يقدموا القرابين للآلهة. فالناس خوفا أو طبعا أطاعوا زعيمهم وقدموا القرابين، إلا فئة من الشباب كانوا على قوة عظيمة من الإيمان فأبوا أن يقدموا القرابين لأنها شرك، فلحقتهم الأجهزة الأمنية في ذلك الزمان، ففروا بعيدا إلى أن وجدوا كهفا ودخلوا إليه. وفي ذلك الزمان كان بنو إسرائيل لا يؤمنون بعقيدة البعث والنشور، رغم أنهم متدينين وعندهم كتاب موسى عليه السلام، لكنهم فقدوا عقيدة البعث والنشور. أراد الله عز وجل أن يقيم الدليل والبرهان. هؤلاء الشباب من أهل الكهف لما دخلوا إلى الكهف، الله عز وجل ضرب على آذانهم وأسماعهم فناموا نومة عميقة 300 سنين وازدادوا 9. هذا المدة اللي حسبناها بالشهور الشمسية هي 300 سنة، واللي حسبناها بالشهور القمرية كتعطينا 390، وهذا إعجاز قرآني عظيم. وفي الختام سوف يأذن الله عز وجل لهؤلاء الفتية بالخروج من الغار، وسوف يكون الإمبراطور الذي كان يدعي الألوهية يقول أنا إله السماء والسليل الأرباب قد توفاه الله، وسوف يعودون بشكلهم. قالوا: كم لبثتم في قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فأقاموا الدليل والبرهان على قدرة الله تعالى على الخلق من جديد والبعث والنشور. فيها فائدة عظيمة، أن كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. هذا الكلب كلب أهل الكهف مجده الله وعظمه الله. قال: ويقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. هذا الكلب الذي ذكر عدة مرات، لماذا عظمه الله ولماذا مجده الله في هذا السياق؟ قالوا: لأنه صاحب الصالحين. فالذي يصاحب الصالحين رغم أنه يكون مفرط في مقامه، ولكن الله عز وجل يعظمه مجرد الصحبة لأهل الخير ولأهل الفضل. ولو أنني لست معهم إلا أني أحبهم فأنا بين أظهرهم. هذه القصة الأولى تسمى قصة أهل الكهف والرقيب. والقصة الثانية هي تتحدث عن الصراع الاقتصادي. الصراع الأول كان صراع عقدي في العقيدة، والصراع الثاني قصة أهل الجنتين، صاحب الجنتين، رجل عنده جنة عظيمة والآخر عنده فقير، وبقي هناك جدال بينهما. فأراد الله عز وجل أن يمتحن ذلك الغني لأنه كان متكبرا ومتعجرفا، سلط الله عليه واحد الصومة، فإذا بكل ما عنده من جنة ستصبح في خبر كان. ثم يأتينا الله تعالى بالصراع في القصة الثالثة، قصة موسى والخضر عليه السلام. الصراع بين الخير والشر على المستوى العلمي. سيدنا موسى عنده علم الشريعة، وسيدنا الخضر عنده علم الحقيقة.
آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وكاد أن انتصر علم الحقيقة على علم الشريعة. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم القصة الرابعة كانت هي قصة ذي القرنين، تسمى الصراع بين الخير والشر على المستوى العسكري. ذي القرنين الذي كان عنده أسطول كبير وكان لا يفعل مثل الحركات الإمبريالية يستعمر الشعوب وينهب خيرتها، بالعكس كان يوظف هذا الجيش لنشر قيم العدل والسلام والمساواة ونصرة المظلومين. فكاد أن بلغ مشرق الأرض وبلغ مغربها، وهنالك التقى مع قوم غرباء، قوم يجوج وماجوج الذين كانوا قصار القامة وكانت آذانهم مثل الطبق، وكان الواحد منهم إذا نام فاحتلم خرج من مائه 1000 شخص كانوا يتكاثرون مثل الفطر، فأرادوا أن يهجموا على الناس. فكان ذي القرنين أن علمه الله تعالى فنود الحروب، قال ايتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يضربوه وما استطاعوا له نقبة. صراع استعمل فيه البترول في ذلك الزمان القديم. قصة جميلة تتحدث عن الصراع الأزلي بين الخير والشر، بين الإيمان والكفر، على المستوى العقدي والمستوى الاقتصادي والمستوى العلمي والمستوى العسكري. النبي الكريم أخبرنا بأن من قرأ سورة الكهف فإن الله سبحانه وتعالى يقيه من فتنة المسيح الدجال، ومن قرأها من الجمعة إلى الجمعة كفر الله خطاياه. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وإن شاء الله في ختام الحلقة سوف ندي تلاوة الكهف، سورة الكهف، بصوت شيخنا عمر القزابري في ختام الحلقة بإذن الله تعالى. فتقبل الله من الجميع. ونتحول من الدار البيضاء إلى أين؟ إلى إقليم الحجم، بل سوف نتحول إلى فرنسا مع السي عبد العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخ قريبان، حياك الله مولاي. جمعة مباركة. الله يعلي مقامك مولاي. السلام عليكم، جمعة مباركة. كنشكرك على البرنامج جزاك الله خيرا. العفو. كنت أتصل بك من فرنسا، أنا كنت أتصل بك قريبا هذه واحد الشهر. أي سي عبد العظيم كنعقل عليك أخويا. كتعقل علي. مرحبا مرحبا. والله يبارك فيك. بغيت أخ نغتنم الفرصة يعني قبل ما نقطع المكالمة تخلي لي رقم التليفون ديالك باش نتصل بك أخ قريبان، لأن المرة الأخرى كنت قطع التليفون. مرحبا أخويا. جزاك الله خيرا. مرحبا أخويا. عندي قبل ما ندخل في السؤال، كنت واحد الحصه كنت يهضر فيها على الدكتور مهدي بن عبود. نعم سيدي. اللي كان كيعطي وصفه طبيه ووصفه روحيه. نعم سيدي. فهذاك كان الطبيب ديالي رحمه الله. لا اله الا الله. من مدينه سلا، انا من مدينه سلا. اي بن عبود سلا رحمه الله. السؤال ديالي اخ قريبان هو انني كنت كما كنت ذكرت مره اخرى يعني اتصلت بواحد تعرفت على واحد السيده من المغرب، ويعني جميع الظروف ملائمه وعندها موانع معفو عنها، يعني يمكن عندها سحر او عندها نفس وجميع الظروف ملائمه، ولكن كاين تخوف وكاين هروب من يعني من عقد القران ومن عقد الزواج. ف بغيت نتعرف على استفسار، بغيت يعني رقم الهاتف، يعني بغيت شي واحد دمي على واحد يقدر يدير لها رقيه شرعيه اسلاميه جزاكم الله خيرا. وعندي اخت هو تيعاني من نفس وسحر، ما خلاه لا يخدم، ما خلاه لا يبني الحياه ديالو، يعني جزاكم الله خيرا. ان شاء الله سعد العظيم اخويا، ان شاء الله الله يفرج عليكم يا رب. يا مرحبا يا مرحبا. واخا سعد العظيم انا غادي نرجعك للستوندار، غادي تاخذ رقم باذن الله تعالى. يا الف مرحبا يا الف مرحبا سي عبد العظيم. لا اله الا الله. طبعا رحم الله العلماء الافداد، علماء المغرب الاجلاء، من بينهم المعطي بن عبود اللي كان طبيب في اختصاصه في مرض الجلد، وكان فيلسوف، وكان فقيه حاذق، وكان له برامج اذاعيه في التلفزه المغربيه، وكان رجل جمع بين العلم وبين الفقه وبين التربية الإيمانية. وفي زمانه
لما كان في الرباط ويدرس مادة الفلسفة كان يبدع أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. كان إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم في المدرج يقع ضجيج وصخب، كيقول له إلي بغي تقول بسم الله الرحمن الرحيم سير قولها في الجامع، ما تقولهاش في الحرم الجامعي. كان أنا ذاك الحرم الجامعي تسيطر عليه بعض التيارات اللادينية، ولكن كان الرجل قوي وكان بارع في فقهه، وكان كل خميس كيفتح العيادة الطبية ديالو مجانا للفقراء والمساكين. ودائما كان كيقول بأن العلاج الحقيقي هو على المستوى البدني والروحي، لابد أن يعالج البدن والروح، لأن اللي كيعالج غير البدن دون الروح كيبقى دائما الخلل موجود. فرحم الله تعالى مثل هذا العالم الجليل وأمثاله. أخي عبد العظيم، قضية الموانع في الزواج وقضية السحر وقضية الشعوذة للأسف هذا أمر متداول بين الناس ومنذ القدم وسوف يظل إلى قيام الساعة. هذا بلاء أنزله الله، الله عز وجل لكي يختبرنا. ربنا عز وجل لا يأتي منه إلا كل خير، ولكن نحن في الدنيا نحن على باب الابتلاء وعلى باب الاختبار، فربنا عز وجل أنزل هذا البلاء اللي هو علم السحر وعلم الشعوذة، وناظر كيف تصنعون. كما ربنا عز وجل وضع العنب يحول إلى خمر، ووضع الحديد فيه بأس شديد، ووضع أمور تبدو محرمة هي للابتلاء. أما الله عز وجل فلا يصدر عنه إلا كل خير، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الطريقة للعلاج أخي السي عبد العظيم الأفضلها أن الإنسان يحرص على أن يعالج نفسه بنفسه، هذه المرتبة الأولى. عالج نفسك بنفسك، كيف ذلك؟ يكفيك أخي عبد العظيم إذا حافظت على الصلوات الخمس في وقتها، وحافظت على تجديد الوضوء عند كل صلاة، وحافظت على الباقيات الصالحات عقب كل صلاة، هذا من أعظم الرقية. الناس يظنون بأن الرقية هي أن يأتيني شيخ ملتحن بالعمامة والجلباب ويهمهم بكلمات ثم يأخذ بناصيتي ويقرأ علي ما تيسر من كلام الله ويقول أخرج أخرج. هذا هو في الدهن في الثقافة الشعبية، يظنون الناس أن الرقية هي هذه، هذا لون من ألوان الرقية. لكن أعظم رقية على الإطلاق أن يحافظ الإنسان على الوضوء في كل صلاة، يجدد الوضوء في كل صلاة، الوضوء سلاح المؤمن، ثم يحافظ على الصلاة في وقتها مع الجماعة في المسجد. لأن المؤمن لما يدخل إلى بيت الله فإن الأرواح التي توجد بينه في بيت الله الأرواح جدود مجددة، فإن الأرواح يسقي بعضها بعضا، يعالج بما أنك أنت تجلس في المسجد، وحينما تنتهي من الصلاة تحرص على الباقية الصالحات، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، 33 في 33 في 33 99 نختم بالمئة لا إله إلا الله إلى آخره. هذه كتسمى الباقية الصالحات، من حافظ عليها يندرج في قول الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا هو أعظم رقية. ثم أن الإنسان يواظب على الورد اليومي، الورد اليومي يقرأ القرآن في الصباح والمساء، المفروض كل مؤمن يقرأ حزب في الصباح وحزب في المساء. الصديق الحبيب الذي ينبغي أن يكون لك أقرب المقربين من هو؟ كتاب الله. إذا لابد لكل واحد منا أن يكون له مصحفه، وهذا المصحف حبيبي ونور عيني، وهو أقرب إلي من أمي وأبي وزوجتي وأولادي، وأقرب إلي من حبل الوريد القرآن العظيم. لا بد أن يكون عندك مصحفك الخاص تقرأ فيه في الصباح والمساء وردا يوميا، حزبا في الصباح وحزبا في المساء، هذه أعظم رقية. ثم أن يكون لسانك رطبا بذكر الله، أن تواظب على الباق على التحصينات، الأذكار الصباحية والأذكار المسائية، على الأقل تقرأ آية الكرسي كل صباح والإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات، وتقول أذكار المعلومة، أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره وبركته وهداه،
ونعوذ بك من شره وشر ما قبله وشر ما بعده. ثم أقول أشهد الله وملائكته ورسله الإشهاد على مجموعة أذكار لا أستحضرها الآن، هي كثيرة في ذهني نحافظ عليها كل صباح ومساء. اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك ورسلك أني أشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أقولها 4 مرات. ثم أقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم اقض لي أمري كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وغيرها من الأذكار نقولها في الصباح ونقولها في المساء. هذا من أعظم الحسن الحصين، من واظب على هذه الأمور لن يحتاج إلى راقد ولن يحتاج إلى معالج، سوف يعالج نفسه بنفسه ويرقي نفسه بنفسه. فإذا ما شعر بالتعب فهناك بعض الصالحين في مساجد الله أو في أماكن معينة أعطاه ربي عز وجل هذه القدرة، لأن الراقي باش يكون راقي خاصه لابد يتفرغ، فكتلقى الراقي لابد أنه يصوم النهار وأنه يقوم شطرا من الليل وأنه يختم القرآن ويبتعد عن الشبهات ويبتعد عن المحرمات ويضل وقته كله في ذكر الله ويغض من بصره ويمسك لسانه عن الخوض في الغيبة والنميمة، فيصبح رجل مبارك. كده هناك بعض الناس مباركين فعلا، هناك البركة. فإذا وضع يده على المريض وقرأ ما تيسر من كلام الله فإن الله تعالى يجعل رحمته تتنزل على عباده. إن شاء الله أخي عبد العظيم الرقم الهاتفي بذاتنا، وسأدلك قريبا على من تراه مناسبة، والله تعالى هو الشافي والعافي. ونتحول مرة ثانية من فرنسا إلى الدار البيضاء مع للا حكيمة. حكيمة من الدار البيضاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حكيمة السلام عليكم. سلام. مرحبا للا. بارك الله فيك بجمعة. الله يكثر خيرك للا. بارك الله فيك. مش أنا بس أبي معه شو بيقال من الله صحيح. لا إله إلا الله. الزمن والبساس. شحال العمر ديالو؟ عنده 16 سنة. لا إله إلا الله. واش درتي مع لالا حكيمة بالتصرفات؟ أنا مشيت معاه من براسة في الجماعات، إذا خرجت من البلاصة شنو غادي دير حياتك؟ باقي صغير. لا إله إلا الله. ما كاينش مستقبل بالقراية. فعلا أبنتي فعلا. والله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله يحسن أولك لالا ويحسن أول جميع الأمهات. يا رب يا رب يا رب يا كريم. لا إله إلا الله. يا رب يا رب. وخلى الحكيمة شكر الله لك، كنشكروا كل الحكيمة، هي واحدة من الأمهات اللي عندها وليد 16 سنة بعد سن المراهقة. هذا هو السن الخطر، السن اللي كيوقع فيه واحد المنعرج، كيكون الوليد طفل صغير ثم كيبدأ يتدرج نحو الرجولة، فكيتحول من الصبا إلى الفحولة، وهذا كيخرج من عنق الزجاجة. غالبا الطفل في هذا السن كيبدأ يدخل الشباب كتجي فيه واحد نزعات، نزعة التبرد ونزعة التسلط ونزعة إن عكسنا كيعود معكس إلا من رحم الله تعالى. وكيبدأ أول ما كيبدأ أنه كيفرط في الدراسة دياله، والسبب غالبا كيكون الرفقة السيئة. الرفقة السيئة كيتلقى مع شي شباب اللي عندهم اللامبالاة وعندهم عدم الاهتمام بالدراسة، وكيبان لهم المستقبل مظلم، فكيأثروا في السلوك ديالهم وبالتالي يتبنى نفس المواقف. في مثل هذه الحالة لالا حكيمة خاصني لابد ولدي نحرص على أنني في هذا السن ندخل معاه في الحوار. ملي كان صغير كان ربما يعاتب أو يضرب ضربا غير مبرح، لكن في هذا السن كيعود متمرد، خاصني نجعلو صديقا لي، نتو الوالد ديالو كونوا أصدقاء ديالو، ودائما نتكلموا معاه غير بالإقناع، لأن كيبغي اللي يقنعو وما كيبغيش اللي يقمعو. ملي كتقمعو كيزيد هو يتمرد أكثر فأكثر، وكيزيد يتعصب أكثر فأكثر. ندير معاه أسلوب الحوار، الوالد يكون صديق ديالو كياخذوا الى جنب، مالك ولدي انا بغيت تكون كذا، كلام جميل كتبت فيه واحد نوع من التفاؤل. اما الام تحرص على العناق، لذا كنقولوا يا عباد الله اولادكم لابد ان تمرروا فيهم اسلوب التربيه، راه من غير الكلام
هو داك العضاق. شتي العضاق؟ خاص الأم والأب يعنقوا ولادهم هما صغار على الأقل 3 مرات في اليوم. العناق الأول لما أضم ولدي أو بنتي إلى صدري كنعطيها أول حاجة التوازن النفسي، كتعود متوازنة نفسيا. العناق المرة الثانية اللي كنعنقهم كنعطيهم المدارك العقلية اللي كتكون متميزة. والعناق الثالث اللي كنعنقهم كنعطيهم النمو السليم. كاين بعض الوالدين ربما ما كينعنقوش ولادهم، ربما كيستحيو، ربما كيخجلوا، ربما ما ترباوش عليها، فكيبقى الدري هكدا طالع انت وزهرك. يقدر يكون من الصالحين ويقدر يكون من المتبردين. على كل حال لاله حكيمه، ملي كيصعب علينا بعض الاشياء نلجا الى الصانع. الصانع الذي صنع هذا المخلوق هو الله سبحانه وتعالى، نتوجه اليه بالدعاء. جميل لاله حكيمه تفيقي قبل الفجر بساعه او ساعتين وقت السحر، توضئي، صلي ركعتين، وفي سجودك ناجي مولاك وقولي يا الله إن ابني هذا فلدة كبدي، هدية عظيمة أهديتها إلي، يا ربي أنا تغلبت واتقهرت، يا ربي ربه تربية إسلامية، ربه تربية إيمانية، ربه تربية خلقية. وادعي مولانا عز وجل وأمني على دعائك. وفي الصباح خذي بعض الدراهم وتصدقي بها للفقراء والمساكين والسعي عليهم. إن شاء الله وبإذن الله وفضل الله سوف ترين عجائب قدرة الله في هذا الولد. فاللهم يا رب العالمين في هذا اليوم المعظم وهذه الساعة المباركة، اللهم اصلح هذا الشاب، اللهم رد به ردا جميلا، وحبب إليه الإيمان، وزيده في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، واجعله من عبادك الراشدين. اللهم اصرف عنه أهل السوء، واصرف عنه رفقاء السوء، وارزقه يا رب الرفقة الطيبة، الرفقة اللينة، الرفقة الحسنة، وارزقه اللهم محبة الدراسة والعلم والتحصيل، وارزقه فهم سيدنا سليمان وحكمة سيدنا لقمان. اللهم ارزق أبناءنا جميعا، أبناء المسلمين والمسلمات، هذا الخير. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين. من الدار البيضاء إلى إقليم شفشاون مع للا أم أسامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحق أهلا أهلا وسهلا أم أسامة. ربي يخليك بارك الله فيك، راني فرحانة بزاف، القلب ديالي كيضرب دابا. لا إله إلا الله، الله الله يعلي مقامك لالا. الله يرحم والديك الصحه. كنشكركم بزاف على البرنامج، طلقا اللي كان اللي كيفاش البرنامج كله كنشكروه. زعما الله يعم عليكم الصلاه رحم والدك، زعما ما كيما نقول الله يطولنا في العمر ديالك. الله يعلي مقامك لالا أم أسامة، حفظك الله وراك. اللهم امين يا الحاج، الله يرحم والديك يا الحاج، الله يطولنا عمرك. يا مرحبا. بغيت عم الحاج ندار معك الله يرحم والديك وشويه مرتاكبه بزاف. لا داعي للارتباك لالا أم أسامة، حنا كنا في اسره واحده كنتكلموا. مرحبا لالا. الشكر ربي يخليك بارك الله فيك. بغيت نقول لك عم الحاج. يا بنتي. عندي واحد ما يصليش يسفي. إيه. زعما صالي الدنيا ما فيها والو، الدنيا فايته وشوف العمل ما يتسالاش فيه. واخا اليوم نصلي حدا نصلي اليوم نصلي والو الحاج، دابا بغا الدعوة ديالك وجميع المسلمين اللي كيسمعونا كامل يدعو معانا. يا ربي يا كريم. ومعاوننا كامل يا الحاج الله يرحم والديك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا ربي يا كريم. شكرا لك أم أسامة، والله يحفظ لك سيدي أسامة. لا إله إلا الله، كنشكر لالا أسامة ذكرتنا بهذا الموضوع اللي عنده علاقة بالصلاة، وقالت واحد الكلمة جميلة، قالت لي راه الدنيا فايتة. راه فعلا أيها الأحبة الكرام، عندكم تغروا بهذه الدنيا، رحنا فقط مؤقتين، رحنا قبل أن نكون فوق هذا الكوكب الأرضي. أين كنا؟ كنا في البرزخ، وسنعود إليه، ومن ثم يكون البعث والنشور ثم الخلود الأبدي. هذه الدنيا قصيرة جدا جدا جدا. ربنا عز وجل سماها الدنيا من الدنو، وقال بأنها أهون عند الله من جناح بعوضة. نحن مطالبين فيها بالعيش، ولكن قبل العيش مطالبين فيها بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أي نعم، نحن في الدنيا نعمل ونكسب لنعيش، ولكن لماذا نعيش؟ هل العيش لذاته؟ لا، نعيش
لكي نستطيع عبادة الله سبحانه وتعالى. وأجل العبادات هي الصلوات الخمس، لأن العبادات الأخرى كيقدر يكون فيها الإنسان إعفاء. مثلا العبادة ديال الحج كتكون مرة في العمر، واللي ما عنده القدرة والاستطاعة لا يحج، فهي معفية عنها. كذلك العبادة ديال الصيام كتكون مرة في السنة، وكاين بعض الناس معفيين عندها، المرأة الحائض والمرأة النفساء والمرأة الحامل والمرأة المرضع والشيخ الهريب والمريض والسقيم والمسافر والمجنود، كلهم معفيين. وكذلك عبادة الزكاة حتى هي مفروضة فقط على الأغنياء دون الفقراء، كاين اللي فقير عمره ما خرج الزكاة وعمره ما يخرجها. ولكن العبادة الوحيدة اللي احنا جميعا مطالبين بها من غير الحج والزكاة والصيام وغيرها هي الصلاة. الصلاة الوحيدة اللي نحن مطالبين بها جميعا، كبير وصغير، ذكور وإناث، وخي كل إنسان مريض وخي كل سقيم يصلي بعينيه. علاش؟ لأن حينما نموت، وسوف نموت لا شك ولا جدال ولا ريب في ذلك، من اللي كنموتوا اش كنديروا؟ نخرج من هذه الدنيا حفاة عراة، قاع اللي جمع شي حاجة في الدنيا، جمع شي ثروة، جمع شي ألقاب، جمع شي مجد، جمع شي سؤدد، كله غيبقى في الدنيا. اللي بغى يعرف هادشي هذا يمشي شي مرة يغسل شي ميت مع الأموات، وفقني الله تعالى. وكنت شي مرة غسلت مجموعة ديال الناس، وملي كنبغي نغسلوهم لا إله إلا الله، كيكون الرجل عظيم المقام، اش من لباس فاخر، واش من هيئة. إلا شتي حي تقف أمامه ترعد، وملي كيبان لك جو التهامدة، وكنبداو نزولوا ليه الملابس ديالو، وكنحيدوا الملابس الداخلية، نزه الله سمعكم كنغطيه بواحد الفوطة كنستروه، ومن بعد كيبان لك الإنسان جو التهامدة. لا إله إلا الله، كان قيد حياته يصول ويجول، كان يجلجل بصوته، كان عنده ثروة وعنده صولجان وعنده عزة، كل شيء ذهب إلى زوال. غير كتعطلوا عليه في الدفن الريحة الخبيثة كانت تباءت منه، فالناس كيقولوا عجلوا بدفنه، غير كيدفن في القبر ديالو، والعائلة كيرجعوا في حالهم، كل اللي كيتكلم على الورث، كل ديك الليلة كيتكلموا على العشاء، كل اللي كيتكلموا على القيل والقال، لكن هو ماذا يفعل؟ ما إن يدخل إلى قبره مباشرة حتى يأتيه ملكان، إما نكير ومنكر، وإما بشير ومبشر، فيجلسانه القرفصاء، كيجلس بقرفص، ثم يسألانه ثلاث أسئلة. السؤال الأول: من ربك؟ السؤال الثاني: ما دينك؟ السؤال الثالث: ما قولك في الذي بعث فيكم؟ إذا كان من المؤمنين يقول ربي وربك الله. من ربك؟ ربي وربك الله. أحسنت. ما دينك؟ ديني الإسلام. ما قولك في الذي بعث فيكم؟ إنه محمد رسول الله، وإن بما أتى به مسلمون. فيقولون له: طوبى لك، هنيئا لك، نم نومة العروس في خدرها. فيفسح له في قبره، كان في غشبر أربعة أصبع، يفسح له في القبر على مد البصر، وفي رواية 70 ذراع، وتفتح له نافذة عن يمينه، يرى مقامه في الجنة، فيقول: ربي ربي أقم الساعة أقم الساعة. فيقال له: سوف تقام بعد عشية أو ضحاها، لأن الله عز وجل في القبر يطمس الزمن، ما كيبقاش الزمن. أما الذي ما كيعبد الله تعالى، إذا سئل كيقول: لا أدري لا أدري. فيقولون له: لا دريت ولا تليت، ويضرب. بعدها مباشرة أول سؤال يسأل عنه هو الصلاة. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. اللي ما كيصليش راه غيتسأل على أول حاجة هي الصلاة. إذا صلى هدئا له أجر وتواب ودخول للجنة. وإلا ما كاش كيصلي، قال لك الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. غادي أمرهم الله بالصلاة في الدار الأخيرة ما يقدروش. الصلاة يا عباد الله ربي غادي يود عندها، احنا اللي كنتفعوا بها. اللي بغى الشفاء من الأمراض النفسية، بغى يحيد عليه الاكتئاب والقلق والتوتر، لا داعي للذهاب عند خبراء واختصاصيين في علم النفس، لا داعي.
إذا كنت تصلي الصلوات الخمس فلن تكون في حاجة أبدا إلى اختصاص نفسي، لأنك أنت مع الله في كل صلاة، يعطيك الله الطمأنينة والسكينة والسلام الروحي، فأنت المستفيد. من كان رزقه قليل لا يفكر كثيرا، ما عليه إلا أن يصلي، فإن الله تعالى يستحيي من العبد الذي يركع ويسجد أن يعطيه رزقا قليلا. أكيد أن الله تعالى يفيض عليه من رزقه وعطائه وكرمه، فالصلاة عدوان للغنى، يغتني بأمر الله. من أراد أن يصلي ليس من الضرورة أن يكثر من العلم والدراسة والكتب، لأن الله تعالى يعطيه العرفان، يعطيه الفتح الرباني في كل صلاة، يعطيه العلم اللدني في الصلاة والعبادة. في الصلاة لن تحتاج إلى أن تتعرف على بعض المسؤولين الكبار في السلطة أو في أي مقام ليساعدونك، لا، إذا كنت في ورطة صلاتك سوف تدافع عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فنحن الذين في أمس الحاجة إلى الصلاة وليس الصلاة في حاجة إلينا. أسأل الله الكريم للا أم أسامة أن يرزق هذا السيد المحبة الصلاة، ويبليه ويبلينا بالصلاة وفي أوقاتها المعهودة في مساجد الله. اللهم ارزقنا الاستيقاظ مع الفجر وقبل الفجر، واجعلنا نؤدي جميع الصلوات في وقتها مع الجماعة. اللهم ارزقنا الصف الأول، اللهم اجعل الأذان لا يرتفع إلا ونحن في مساجد الله، واجعلنا من عبادك جميعا الأخيار. اللهم لنا أم أسامة الله يحفظكم ويرعاكم ويبارك فيكم، اللهم أمين يا ربي يا كريم. تحولوا من شفشاون إلى إقليم تازة مع أخينا سي محمد. بل من طاطا سيدي محمد. عليكم السلام. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحاج لاباس عليك. الله يبارك فيك سيدي محمد، الله يبارك فيك. لاباس الحاج، دائما كنتسنت لك وأنا محظوظ في هذا النهار المبروك اللي شد لي الخط. يا أهلا وسهلا بك خويا. كنتبعكم ديما، كنتبع البرنامج وكنحاول ما كيبغيش يجي الخط، ولكن مع الأسف الشديد كاين عندكم ستة الخطوط وما خصش يكون ستة الخطوط، لأن جوج الخطوط هي اللي كتكون مزيانة، كيكون بحال شد نوبة على شي حاجة. لا إله إلا الله. يا خويا جوج الخطوط هما اللي مهمين، بحال البرنامج هكا جوج الخطوط هما اللي مزيانين لي. الله يجازيك بخير، أنا دائما كنتبع وكنجمع المعلومات بزاف ياك. يا سيدي. وكنشوفوا عندنا غيره على البلاد ديالنا، وكنحبوا المسلمين وكنحبوا البلاد ديالنا بزاف، البلاد ديالنا قلبنا عليها دم. يا سيدي. وكنتبع بزاف، ولكن اثرتني بزاف هذيك القضيه ديال الصويره على حساب الفقر وعلى حساب المسائل بزاف. وكنت طرحت واحد الاقتراح في 2005 على حساب باش يكون واحد الصندوق ديال الزكاه عندنا في المغرب. نعم. وتكلف به الناس اهل الاختصاص تحت اشراف وزاره الاوقاف والمجالس العلميه، ولكن مع الاسف الشديد ما نعرفش هاد الناس ديالنا كيفاش كيفكروا كاع. ما يمكنش لهم يحاربوا الفقر او ينقصوا الفقر او يكون عندهم الحق في الا بصندوق ديال الزكاه. راه الله سبحانه وتعالى هو اللي وضع الحلول للفقر، ماشي احنا ما نقدروش نوضعوا الحلول، لان الزكاه جاي نشوفوا المصادر ديال الزكاه راه كثيره بزاف، جميع المصادر، التجاره، الكنزه، يعني الزراعات والاشياء كثيره، والكسب والماشيه وكل شيء. الله يجازيكم بخير اذا ما ديروا شي برنامج على صدر الموضوع هذا، وحاولوا تناقشوا مع الناس وشوفوا الناس المختصين، شوف مع الله يكون الحل كاين و100% غتنجح، لان هي مساله الله سبحانه وتعالى شرعها. لا اله الا الله. شكرا لك سيدي محمد. الزكاة يكونوا فيه ناس مختصين، ناس اللي كيخافوا من الله سبحانه وتعالى بحالكم وبحال الناس اللي يجدوا. راه ما يمكنش الدولة باش تكلف هذا الشيء، تكلف فيه الناس. الشرع راه كاين في كتاب، احنا دولة إسلامية والحمد لله، عندنا إمارات المؤمنين اللي ما كاينها حتى في دولة في هذا الزمان. والله الله ينصر سيدنا، والله يعاونوا، الله يجعل سيدي ربي يخليه لنا. راه والله العظيم ودي السكريبان من اللي يعود يخطب سيدنا إلا أنا كنبكي من اللحظة ديالو. لا إله إلا الله. لا اله الا الله. من اهل بيت رسول الله. والراي ديالك انت الله يجازيك بخير، كنطلب من المستمعين كامله باش يتدخلوا في هذا الموضوع ويشوفوا الراي ديالهم، لان كلنا
ما حتىش عندنا مأمن من الفقرة، وكلنا عند عائلة فقراء وإحنا فقراء، والغني هو الله سبحانه وتعالى. وتكون هذا الصندوق يكون لنا واحد المؤسسة على مر العصور باش تكثر علينا الفقر وتحاولنا المشكل ديال الفقر، باش تكون واحد التوازن بين الشرائح ديال المجتمع. الدولة راه ما يمكنش تخرج تلبي هذه الحاجيات كاملة ديال المواطنين. نعم سيدي، شكرا لك سيدي محمد على هذا الرأي الوجيه وعلى هذه الغيرة الوطنية وعلى هذا الإحساس الاجتماعي الرقيق والنبيل. فعلا قضية الزكاة شرعها الإسلام كحل للفقر. الفقر هو معضلة، والفقر كان أيام زمان وسيظل ويبقى إلى قيام الساعة، لأن الله عز وجل قسم الأرزاق بين العباد، جعل طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء. لا يمكن كما دعا بعض الاشتراكيين أن نجعل الناس كلهم على سواء، لا يمكن. ربنا عز وجل قال في كتابه العزيز: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وجعلنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. الله سبحانه وتعالى جعل الناس مقامات، كل اللي كيجمع المال، كل اللي كيجمع التروة، كل اللي كيجمع الشهرة، ولكن قال الله عز وجل: ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالنبي الكريم في عهده شرع صندوق الزكاة وجعل عمال يقومون بجمع الزكوات ووضعها في بيت مال المسلمين، واستمر ذلك في عهد أبي بكر وعهد عمر وعهد عثمان وعهد علي، ونجح بشكل ملفت في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. كان صندوق الزكاة ظل مستمر، لكن بعد عهود طويلة من العهود الإسلامية وتداخل السياسي والديني، بعض الناس بدأوا يتخلصون من ذلك الزكاة، حينما كان بعض المسؤولين لا يقومون باستثمارها على الوجه الأحسن فأمسكوا زكاة أموالهم. في الفترة الحديثة في الوقت المعاصر سمعنا هناك تجارب في بعض الدول، هناك التجربة السودانية ناجحة ورائدة في تدبير صندوق الزكاة، وكانت هناك تجربة أخرى في بعض دول الخليج، وتجربة ناجحة جدا في ماليزيا، وأيضا في بعض المحافظات في باكستان. في المغرب طرح هذا الأمر على أنظار الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله تراه قبل وفاته رحمه الله تعالى، وكاد أن يصادق على هذا الصندوق، صندوق الزكاة، لغد يكون تجمع فيه أموال الفقراء وترد إلى الفقراء، والدولة فقط تشرف وتحسن التوزيع. لكن وقعت آنذاك مجموعة من الحسابات السياسية ولم يتم المصادقة على هذا القرار. في الفترة الراهنة لما طرح المشكل ديال الصويرة والإحسان اللي كان أعطوه واحد كلمة مرعبة يسمى الإحسان القاتل، كأنه فيلم رعب، الإحسان القاتل، واحد كيبغي يدير الإحسان وكيموتوا فيه الناس، فكانت مناسبة أن الناس تكلموا كيف يمكن أن ندبر صندوق الزكاة وكيف يمكن أن نتعامل مع الإحسان، لأن هناك الفقر وبالمقابل هناك الغنى، هناك أوساط غنية، هناك تبارك الله ما شاء الله ناس ربي وسع لهم بغي يخرجوا مالهم القول من يعطيه، ما كيش اليد الأمينة، ما كيش الثقة، كيخافوا تعب وشقاء لمن غادي يعطيه. وعاد الفقراء ما بينينش، كي اللي كيتظاهر بالفقر هو عنده، وكي اللي مسكين ما عندوش وما عرفش كيفاش يطلب، فهذا لابد من التنظيم. هذا الأمر هذا طرح على أنظار السيد وزير الداخلية في البرلمان الشهر الماضي، والقرار اللي قال فيه السيد وزير الداخلية قال بأن المغاربة جبلوا على العطاء ومن شيامهم التضامن التلقائي. فرأى السيد وزير الداخلية من رأيه والدراسات التي قام بها المستشارين حوله، قالوا الظرفية الراهنة لا يمكن أن نقيم صندوق زكاة، وإنما نحط الناس على إخراج زكاة أموالهم هما بالمعرفة ديالهم، نخليه هكذا تلقائية، نخليه التضامن والتكافل تلقائي. الإنسان يستخر ربي سبحانه إلى عنده شي مال يقول يا ربي هذا المال بغيت نخرجه، لا تجعلني أضعه إلا في اليد الأمينة، وربي غادي يوفقه يعطيني من يستحقه.
راه كاين الناس كيخرجوا الزكاه ديالهم وكيعطيوها للفقراء وكيعطيوها للمساكين، لكن لا تظهر، لا تظهر، كيبقى الفقر هو الظاهر. وربنا عز وجل يقول فاما بنعمه ربك فحدث. النعم لابد ان نحدث بها وتكون ظاهره. فهذا اجتهاد من اهل الراي واهل السلطه، ربما في الظرفيه الراهنه غير مناسب ان نقيم صندوق زكاه متصل، ربما مخافه ان بعض الاحزاب السياسيه تستثمر ذلك من اجل الدعايه والتصويت لصالحها، فارتأى بان يكون الامر هكذا تلقائيا، الناس يعطون زكاة أموالهم بكل أريحية لمن شاء يستخير قلبه ويستخير ربه، وغادي يبقى الخير في أمة لا إله إلا الله. سيدي محمد كنشكرك على المكالمة ديالك، وكلمة محمد هي كلمة طيبة، كلمة عظيمة، كلمة فيها شفاء وفيها بركة وفيها نور، ولهذا ربنا عز وجل اختار نبيه وصفيه وخليله محمد بن عبد الله وسمى هذه التسمية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبقى مع هذا الفاصل ثم نعود، فابقوا معنا. اللهم يا رب العالمين، صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار. اللهم صل على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. يا رب صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا فرجا وفرحا وسرورا. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مؤيدا منصورا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صل عليه صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، مسك الختام تلاوة آيات بينات عطرة من القرآن الكريم من سورة الكهف، التي من قرأها يوم الجمعة يغفر الله تعالى له ما بين الجمعتين، وينجيه الله عز وجل من مكائد المسيح الدجال. فلنستمع خاشعين إلى ما تيسر من سورة الكهف بصوت المقرأ سي عمر القزابري حفظه الله تعالى ورعاه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.